يعني بالبداية تحية لكل شخص خصص ولو 5 دقائق من حياته تطوعاً ليخدم هذا المجتمع ويخدم البلد ويخدم الآخرين. بالوقت اللي بنحكي فيه عن أهمية التطوع وفوائده الكبيرة على المجتمع والناس المحتاجة للمساعدة، ما لازم نتجاهل أبداً الفوائد الكبيرة يلي بيقدمها التطوع. فالتطوع والمتطوع نفسه على صعيد شخصي له كتير فوائد وصحة نفسية، مهاراته الشخصية بتتطور وقدراته على التواصل البنائي والمهني كمان بيزداد. تماماً يا ورد، لهيك بخبرية اليوم رح نخبركن عن أهم المنافع يلي بيقدمها فعل التطوع للإنسان. رح نبلش بأول شيء يلي بيتمتع فيه المتطوعين بعمر أطول مقارنة بغيرهم. فبحسب دراسة، المتطوع أكثر صحة وسعادة من باقي الأشخاص، وكبار السن يلي بيتطوعوا بيبقوا نشيطين لفترة أطول وبيتمتعوا بسعادة نفسية كبيرة. ثانياً، التطوع بيعطيك الشعور بالإنجاز والمتعة بحياتك، فهو طريقة سهلة وممتعة لاستكشاف اهتماماتك وحتى للهرب من روتينك اليومي. وبعض الأبحاث بتقول أنه التطوع قادر يجدد طريقة تفكيرنا ويشكل دافع كبير للإبداع. ثالثاً، تحسين المهارات الاجتماعية والعلاقات. فإذا كان الشخص بيتسم بالخجل أو بيعاني من صعوبة وقت يلتقي بأشخاص جدد، التطوع رح يتيح له الفرصة لتطوير مهاراته الاجتماعية كونه رح يجتمع بانتظام مع فريقه. رابعاً، التطوع جيد لحياتك المهنية بحال كنت عم تفكر بمهنة جديدة. العمل التطوعي رح يساعدك بالحصول على الخبرة وحتى بيساعدك على الالتقاء بأشخاص يمكن يفيدوك بمجالك. والعديد من المؤسسات بتعتبر الموظف المتطوع صاحب مبادرة ومفيد ضمن فريق العمل. خامساً وأخيراً، فرصة للتخلي عن العادات السلبية، لأنه المتطوع بيقتدي بالعادات الجيدة للأفراد يلي بيشاركوه العمل، وهذا الشيء بيعزز عنده الشعور بتغيير الذات للأفضل والإقلاع عن عاداته السلبية مثل التدخين، إهدار الوقت بألعاب الفيديو وغيرها من العادات غير الصحية. 100% يا نور، كل النقاط اللي ذكرتيها هي فوائد تعود على المجتمع وعلى الشخص نفسه. بس اسمحي لي أضيف نقطة، وأنا بقولها للشباب والطلاب على طول، دائماً لما تتطوع ما تنسى نفسك. يعني أنت مو تقول أنا رح أترك دراستي، مثلاً أنا طالب هندسة مدنية سنة رابعة وعندي مشاريع وحلقات بحث وكذا، بس أنا نازل على الجمعية الفلانية عم بتطوع من الليل للنهار من النهار لليل. هذا غلط. دائماً خصص 10% من وقتك تطوع ممكن، و90% أنت عم تأنجز، لأنه مجتمعك بحاجة لشهادتك ودراستك، أيضاً بتكون عم تفيد نفسك وعائلتك. تماماً.